إذا 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 الإنسان عنده رغبة إنه يتملك عقار برا، تمام، وحصل إن الأمور القانونية والعقود ومساحة الأرض والبيانات الخاصة بالأرض والموقع، تمام، والنظام الضريبي، كل هالأمور واضحة بالنسبة له، وهو عنده رغبة الحقيقة، يعني الرغبة لازم تكون موجودة بالبداية، البلد هذا ممكن يعني يشتري فيه عقار، ما في مانع. عقار سكني ولا استثماري؟ لا يعني أنا رأيي الشخصي الحقيقة، يعني عشان شي سألتك. أنا رأيي الشخصي إنه يتم التركيز على الاستثماري أو التجاري اللي فيه عائد. نعم. تمام، لأن العقار السكني، وهذا رأيي شخصي طبعا، ممكن أنا أقعد أزور البلد هذه إلى فترة معينة وبعدين أمل. صحيح. فبالتالي أبيع أو أضطر أني أبيع العقار، مع العلم أن لازم أنا يعني في نقطة مهمة، أسعار العملة، صرف العملة، تمام، في بعض الأحيان تنزل، إذا في تأثير راح يأثر على عقارك. نعم. فبالتالي أنت راح تخسر من رأس المال اللي عندك. صحيح.